دي بقى سندوتشات شاورما الفراخ بعيش التوست، حاجة كده في منتهى الروعة والجمال. شكلها جميل جدا وطعمها جميل جدا. يلا نسمي بالله ونصلي على الرسول ونشوف احنا عملنا وصفتنا دي النهاردة ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. في فيديو النهاردة ان شاء الله هنعمل سندوتشات جميلة جدا، سندوتشات شاورما الفراخ بخبز التوست. قبل ما نبدأ في فيديو النهاردة اتمنى تكتبوا لي رايكم في كومنت بعد ما تشوفوا الفيديو للاخر. هنتكلم بقى على المكونات اللي معانا، انجريدينتس، مكونات السندوتشات اللي هنعملها النهارده. عندنا خبز توست بالحليب، ميلك توست، وعندنا بيبر فلفل، عندنا تشيكن دجاج، طبعا حوالي نص كيلو من صدور الدجاج قطعتها تقطيعة الشاورما زي ما انتم شايفين. معانا أنيونز، بصل، ومعانا مايونيز. نقول بقى بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف هنعمل النهاردة سندوتشات شاورما الفراخ بالتوست ازاي. اول حاجة في طاسة على النار هننزل بيه البصل، طبعا الطاسة فيها شوية زيت صغيرين. نقول بسم الله الرحمن الرحيم وننزل بالبصل كده زي ما انتم شايفين، نزلنا بالبصل. لما البصلة تاخد اللون الاصفر هننزل بالفراخ. البصل هتاخد باللون الاصفر وارجع لكم تاني كده. بعد ما البصلايه خدت معانا اللون الاصفر هننزل بيه pieces of chicken، يعني قطع الدجاج. طبعا انا قلت لكم انا قطعت الدجاج الى قطع الشاورما، هننزل بقى دي pieces of chicken، قطع الدجاج كده. بقى نزلنا دي pieces of chicken، قطع الدجاج. هنقلب الدجاج مع البصل. هحط بقى البهارات، احط البهارات وارجع لكم تاني. معايا الفلفل الاسمر، وهحط ملح، وهحط بهارات فراخ. دي بهارات الفراخ وملح. هنقلب بقى كل المكونات مع الدجاج والبصل وارجع لكم تاني. هننزل بعد كده بالفلفل، هنسيبها بقى تستوي على نار هادية عما نجهز البشاميل. هنا بقى العمل البشاميل في حلة على النار، حطيت شوية زيت صغيرين، هنزل بيه معلقتين دقيق. حمر الدقيق، طبعا ممكن تسبلوا الزيت بزبدة على حسب الرغبة. هنحمر الدقيق مع الزيت وبعد كده ننزل باللبن. نزلت باللبن على الدقيق، هنضيف كمان شوية لبن. Thank you.
كده الثوم كده تمام. هننزل بقى بشوية فلفل أسمر وواحدة ماجي. كده عندنا فلفل أسمر وماجي، نقلبهم كويس جدا. كده البشاميل جاهز معانا للوصفة. هشوف بقى دلوقتي البشاميل هنحطه فين بالظبط في السندوتشات. كده البشاميل جاهز معانا، كده الفراخ جاهزه معانا. يلا بقى نشوف هنحشي السندوتشات ازاي. بعد كده بقى في صينيه دهناها زيت ورصينا التوست، هنبدا بقى نحط المايونيز. بعد كده هنفرده بالمعلقه. نفردو. بعد كده هنبدأ نحط حشو الدجاج اللي عملناه. زي ما انتم شايفين كده فردنا الحشو، حشو الدجاج. هنبدا بقى نضيف جبنه موتزاريلا. كده بعد ما ضفنا الجبنه الموتزاريلا هنبدا بقى ننزل بطبقه التوست الثانيه. هنبدا بقى نغطي كل واحده بواحده ثانيه. يبقى كل واحدة فوق التانية عشان لما نيجي نقطع السندوتشات يبقى كل اتنين مع بعض بنفس الطريقة. هنبدأ بقى نحط البشاميل على الوش. هنبدأ بقى نضيف البشاميل وهنوزعه بقى بالمعلقة. بنفس الطريقة.
زي ما انتوا شايفين كده غطينا كل السندوتشات بالبشاميل. هنبدأ بقى نضيف طبقة من الجبنة الموتزاريلا. نضيف بقى الجبنة وكده. بعد ما ضفنا الجبنة الموزاريلا على الوش زي ما انتوا شايفين هندخلها بقى الفرن ونرجع تاني بقى بعد ما تستوي. وكده بقى بعد ما طلعت من الفرن شكلها جميل جدا. هنبدأ بقى نقطعها مع بعض وهنشوف شكلها عامل ازاي. نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونقطعها مع بعض. حاجة كده في منتهى الجمال. اتمنى تجربوا الوصفة وتقولولي ايه رأيكم في كومنتات. زي ما انتوا شايفين حاجة كده في منتهى الجمال. زي ما انتوا شايفين ايه رأيكم؟ جميلة جدا. دي بقى سندوتشات شاورما الفراخ بعيش التوست. حاجة كده عظمة جدا. شوفوا الشكل، الشكل جميل جدا. يلا نشوف شكلها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما انتوا شايفين حاجة كده في منتهى الجمال. يلا بقى نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف احنا عملنا وصفتنا النهاردة ازاي.